أهلا بكم سادتي المشاهدين لنطالع صحف الصباح التي صدرت في العراق والعالم. نبدأ أولا مع صحيفة الصباح الجديد وفيها نتابع 131 قرارا لمجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة أغلبها لدعم المتظاهرين وإحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات حكومية لاستكمالها سريعا. أكد مجلس الوزراء اتخاذه 131 قرارا خلال اجتماعاته الأخيرة لافتا إلى أن أكثرها خصصت لتنفيذ مطالب المتظاهرين، في حين كشف عن إحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات تابعة للحكومة الاتحادية من أجل استكمالها بأسرع وقت. وقال المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن جزءا كبيرا من جلسات مجلس الوزراء الأخيرة بدأت تخصص لمناقشة ملف المواطنين في المناطق التي تشهد تظاهرات. وأضاف الحديثي في تصريح إلى الصباح الجديد إن إحصائية للعمل الحكومي تبين أن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة الأخيرة صدر فيها 131 قرارا، إضافة إلى تلك التي جاءت على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وممثلي المحافظات بحضور لجنة الخدمات والإعمار. إلى صحيفة المشرق وفيها نتابع أيضا آخر شؤون التظاهرات. شيخ عشيرة بني مالك في البصرة: متنفذون هددوا متظاهرين بإصدار مذكرات قبض ضدهم إذا لم يسكتوا. قال شيخ عشيرة بني مالك بالبصرة الشيخ ضرغام صباح عرمش المالكي إن متنفذين في الحكومة هددوا متظاهرين بإصدار مذكرات قبض ضدهم إذا لم يسكتوا. وذكر المالكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن بعض الشخصيات الاجتماعية التي ظهرت معي بالفيديو في وقت التحضير للتظاهرات وأيضا الذين خرجوا معي وتظاهروا جاءوا باتصال هاتفي من أناس متنفذين بالبلد وتم تهديدهم بإصدار مذكرات قبض بحقهم ما أجبرهم على السكوت والابتعاد عن الساحة. وإلى الحياة اللندنية، ومنها نتابع آخر التطورات السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا بتصريح لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا. طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا ردا على العقوبات الأمريكية على خلفية توقيف قس أمريكي. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون: صبرنا حتى مساء أمس واليوم أصدرت توجيهات، سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إذا وجدت. وختام جولتنا في صحف الصباح ستكون مع صحيفة الشرق الأوسط وفيها نتابع: التحالف يعرض أدلة تورط الحوثيين في مجزرة الحديدة، فيما أكدت الشرعية للشرق الأوسط مقترح الحديدة مات وهدنة الحوثي اعتراف بالقصر. استعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة تثبت تورط الحوثيين في ارتكاب مجزرة مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، مؤكدا أن القصف العنيف الذي تعرض له الموقعان كان بقذائف الهاون الخاصة بالحوثيين. وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض كامل العمليات العسكرية والمواقع التي جرى استهدافها في محافظة الحديدة، وحدد بالخريطة المواقع التي استهدفها التحالف عن الموقعين اللذين شهدا المجزرة. وفي السياق نفسه نقلت قناة العربية في شريط إخبارها العاجلة عن مسؤول رفيع في التحالف قوله: إن تأمين باب المندب مسؤولية دولية وإقليمية يقوم بها التحالف، لافتا إلى جهود جبارة بحسبه تم تقديمها نيابة عن العالم لتأميم باب المندب. وأضاف أن هناك مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود لضمان تدفق التجارة والنفط عبر باب المندب. إلى هنا انتهت صحف الصباح لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.